بقول حرام ما تفعل كذا أو يحرم علي ما أفعل كذا، ويعتبرونه مثل الحلف بالله، فما الحكم فيه سواء في قولها أو الحكم المترتب على من لم يوفي بما قاله؟ ده هذا لا يجوز، لأنه تحريم ما أحل الله تعالى، وقد عاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فعاتبه على تحريم ما أحل الله له. ومثله من حرم ما أحل الله له، سواء كان تحريما معينا، كان يقول حرام علي كذا من الأعمال المباحة، أو تحريما مطلقا حرام، بعض الناس يقول حرام ولا يقيد ذلك بشيء، كلاهما لا يجوز، لأنه تحريم ما أحل الله عز وجل، وقد عاتب الله تعالى رسوله. وأما المخرج من هذا فهو ما ذكره الله تعالى في قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل حكم التحريم حكم اليمين في أنه يوجب الكفارة. فإذا حرم الإنسان شيئا مما أحل الله تعالى لمنع نفسه أو لحث نفسه أو لتصديق أو تكذيب، فإنه يتوب إلى الله تعالى من ذلك، هذا أولا، وعليه كفارة يمين لتحلة ما حرم في قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وكفارة اليمين بينها الله تعالى في قوله جل وعلا: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه المرتبة الأولى. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك أي ما تقدم ذكره كفارة أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. فالواجب على المؤمن أن يكفر عن يمين عن تحريمه إذا حرم ما أحل الله تعالى له، ويتوب إلى الله تعالى من ذلك.